الخباز ده ممكن نعمله باكتر من طريقه. اول طريقه ان انا اعمل ايه؟ اهو كل انبوت اهو جايين على تو ترانزستور ورحت ماشي ايه كارنت سورس تحت كده وبعد كده ايه؟ في الار هنا. او ان انا اشيل الكارنت سورس ده واحط مكانه ايه؟ ريزيستور. واحط مكانه ريزيستور. احنا في التو كيسز دول عايزين نعمل ايه؟ عايزين نحسب الكومبو الديفرنشال جين والسنجل اند جين خلاص والكومن مود جين والكومن مود ريجكشن ريش. دي الاربع حاجات اللي عايزين نعملها الديفرنشال جين سنجل اند جين كومن مود جين كومن مود ريجكشن ريش خلاص. طيب اول حاجه انا عندي هنا في انبوت بلس وفي انبوت ماينس. احل حاجه زي كده ازاي؟ الحاجه الاساسيه وانا بحل عايز افتكر نقطتين بس. اول حاجه السمول سيجنال موديل بتاع الترانزستور العادي والايه ولما يكون عندي هنا دي سي سي دي سي وايه واي سي. لو انا بحل اي سي انا عايز في الاخر احل اي سي يبقى انا هعمل كده ازاي؟ احط الدي سي سورس بزيرو احط الدي سي سورس بزيرو ولو عندي كارنت سورس بقى هيحصل ايه؟ هيبقى اوبن سيركت وبعد كده احط ده بالسمول سيجنال بتاعه اللي هو الار واي او الاتش اي اي والاتش اف اي في الكرنت والكلام ده كله. تاني حاجه عايز افتكرها ان انا لو بحل وعايز اجيب الديفرنشال جين معنى كده ان انا بعمل ايه؟ عندي تو انبوتس هنا انبوت بيعلى وانبوت تاني بيحصل له ايه؟ بيقل لان هما الاثنين عكس بعض. يعني انا عندي حاجه هنا بتعلى وحاجه تانيه هنا بتقل خلاص؟ فزي ما احنا فاكرين ان انا بقول اكنها حاجه زي يعني ستاند كده حاجه بتعلى من ناحيه وبتقل من ناحيه او العكس حاجه بتقل من ناحيه وبتعلى من ناحيه الاقي النقطه اللي في النص دي مالها؟ سبب حاجه بتحاول تشتغل حاجه بتحاول تنزلها فايه؟ بفضل ثابته كل ده. ففي الاي سي النقطه دي قاعده اقدر اعتبرها ثابته طول الوقت زيها زي الايه؟ البي سي سي فاقدر اعمل لها ايه؟ اخليها كانها فيرشن جرام ساعتها احطها بايه؟ بجرام خلاص يبقى هحط النقطه دي بجرام ولا بحل اي سي اناليسيس وابتدي احسب الفي اوت بلس والفي اوت ماينس زي ما كنت بعمل للكومن ايميتر والكومن كولكتور والحاجات دي على العادي. يبقى النقطه دي جراوند وبحسب في اوت بلس والنقطه دي جراوند وبحسب في اوت ايه ماينس خلاص في اوت ماينس وفي اوت بلس. طيب هو الجين هنا هيبقى عامل ازاي؟ الديفرنشال جين اللي هو في اوت بلس ماينس في اوت ماينس على في اوت في اوت بلس ماينس في اوت ماينس بيساوي ايه؟ بيساوي بيتا صح؟ ار سي على ايه؟ على ار بار اللي هي اتش اف اي ار سي على اتش اي اي خلاص؟ ده الجيم بتاعنا ده الديفرنشال جيم. يعني انا بدخل انبوتس من الناحيتين وبشوف الاوتبوت من الفرق ما بين الاوتبوت في الناحيتين فهلاقي ان الجيم في الحاله دي هو اتش اف اي ار سي على اتش اي اي او بيتا ار سي على ار بار خلاص؟ زي ما بقول هنعمل ايه؟ هنعمل اي سي اناليسيس هنبتدي نشيل ده ونحط ايه؟ السمول سيجنال موديل بتاعه وهفتكر ان انا في الديفرنشال عامل ايه هنا؟ النقطه دي فيرشوال جراوند وابتدي احسب الفي اوت بلس الفي اوت ماينس واحسب ايه؟ في اوت بلس ماينس في اوت ماينس على في انبوت بلس ماينس في انبوت ماينس. هشوف الريشيو دي هتطلع معايا اتش اف اي ار سي على ايه؟ على اتش اي خلاص؟ طيب بعد كده قلت النقطة دي ما تتغيرش، خدت فرع تاني غير شو الجراوند. لو أنا عامل إيه؟ لو أنا مدخل ديفرنشال خلاص؟ عشان كده بقدر أكسرهم مع بعض وأحل كل واحد لوحده. في الإيه سي طيب. لازم أعرف ساحل. يعني لو جات لي حاجة كده. لا أقصد لو أنا شايف ده صح؟ على حسب هيقول لي إثبتها ولا لأ؟ خلاص؟ نعم؟ مش تحفظين انت عارفه ازاي خلاص لان انت ممكن تيجي مساله مختلفه شويه لو حافظاها مش هتعرفي تحلها. الفكره في الاساس ان انا ايه اعرف احط سموث سيجنال موديل هنا وابتدي اشوف الجي. طيب بعد كده عايز احسب ايه؟ عايز احسب السيجنال انبوت جين. السيجنال انبوت جين 1 اللي هو في اوت بلس على في انبوت ديفرنشال. يعني هشوف من ناحيه واحده بس هشوف من ناحيه واحده اللي هي بلس بس في اوت بلس على في انبوت ديفرنشال هشوف في اوت بلس
على شو على اليونيفرسال ديفرنشال يعني هشوف من ناحيه الضغط يبقى انا متوقع ان هو بوزيتيف ولا نيجاتيف بوزيتيف وهيبقى نص الجين الديفرنشال ده انا شايف ناحيه واحده بدل ما بشوف ده ناقص ده بشوف ناحيه واحده فهيبقى نص الجين الايه الديفرنشال يعني هيبقى اتش بيتا ار سي على 2 ار بار اللي هي ايه برضه اتش اف اي ار سي على 2 اتش ار طيب طيب بعد كده فين الانجل من الناحيه الثانيه اللي هو بي اوت ماينس على بي ان ديفرنشال هو نيجاتيف بيتا ار سي على 2 ار باي اللي هو نيجاتيف اتش اف اي ار سي على 2 ار باي اتنين ان شاء الله طيب اخر حاجه احنا دلوقتي شفنا الديفرنشال جين شفنا الديفرنشال جين وشفنا السنجل اند جين وشفنا السنجل اند جين عايزين نشوف دلوقتي الكومن مود ايه جين طيب في الكومن مود ايه اللي بيحصل هل بدخل انبوت مختلف ولا انبوت زي بعض في الناحيتين طيب لما بدخل اثنين انبوت زي بعض في الناحيتين في الحاله دي خلينا نفكر شويه لما جي تعلى ودي تعلى لما الاثنين دول يعلى ده اكنه عايز يسحب كارنت زياده لما الفولت بتاعه هنا بيزيد فعايز ايه يسحب كارنت زياده والفولت ده برده بيزيد فعايز يسحب كارنت ايه زياده طيب هو فيها هما بيتخانقوا على اي كارنت الكارنت اللي تحت ده فهو ده زي ده بالظبط يبقى الكارنت هيتقسم في الناحيتين زي بعض ولا لا هيتقسم زي بعض والاثنين قاعدين بيزيدوا في الناحيتين الاثنين بيزيدوا كده فالاثنين برضو بيتخانقوا عايزين يسحبوا نفس الكارنت من تحت فهل هيفرق الكارنت هنا او هنا؟ هيفضل زي ما هو ايه؟ ده نص الكارنت وده نص الكارنت فمهما اتغير في الناحيتين زي بعض ايه اللي هيحصل؟ الاوتبوت الكارنت اللي ماشي هنا هو الاوتبوت هو الكارنت اللي ماشي هنا فايه اللي بيحصل؟ الاوتبوت زي ما هو الاوتبوت ثابت زي ما هو اللي هو بي سي سي ماينس اي على 2 فايه؟ في ار سي طول الوقت كده مهما الناحية الثانية زيها بالظبط. دي سي سي ماينس اي على 2 في ار سي. يبقى مهما الاثنين دول اتغيروا هما بيتخانقوا هما الاثنين على نفس الكارنت اللي ماشي تحت فانا قاعد بزود واقلل كده فالكارنت ماشي في الناحيتين زي بعضه طول الوقت اي على 2 واي على 2 فالنقطة دي لا دي بتختلف ولا دي بتختلف. يبقى الكومن مود جيم بتاعي بكام؟ بزيرو ليه؟ لان انا الاثنين بيعلوا ويقلوا زي بعض بس الاوتبوت ما بيحصلوش ايه اي حاجه يبقى الراجل ده ديفرنشال امبليفاير صادق خلاص ده ديفرنشال امبليفاير ايه صادق والجيم بتاعه كام؟ الكومن مود بتاعه زيرو يبقى الكومن مود ريجكشن ريشيو بتاعته عامله كام؟ بتوصل لكام؟ لفين؟ خلاص؟ لان الكومن مود ريجكشن ريشيو هي الجيم بتاع السنجل اند على زيرو ليه بكام؟ ليه بفين؟ خلاص؟ طيب دي أول حالة عندنا طيب بعد كده عايز ماشي بس انا جايلي ايه؟ جايلي من مجرد نظر كده فهمت على طول سكور فود ريجكشن سوري سكور فود كام بزيرو ولا لا؟ ده كده ده دي سي نعم؟ قلت ده دي سي اللي انا جبته كده صح؟ ماشي ما هو الفكره ان انت في الاي سي ايه اللي حاصل؟ دي اوبن سيركل فمش اشتركت في الناحيتين صح؟ دي اوبن سيركل فمش اشتركت في حاجه والنقطه دي مش بزيرو ولا حاجه فده كانه مش شغال في الاي سي ففعلا مش مطلع لو انا
دخل فولت معين هنا، لو انا دخل فولت معين هنا في اكس وهنا في اكس، الاثنين زي بعض بالظبط. خلاص الترانزستور ده زي الترانزستور ده بالظبط، وبالتالي الكارنت اللي هنا هيحصل له ايه؟ هيتوزع هنا زي هنا بالظبط. خلاص؟ طيب بعد كده رحت معلي البي اكس دي خليتها في اكس زائد دلتا في، والناحيه الثانيه في في اكس زائد دلتا في، الاثنين زي بعض بالظبط ولا لا؟ الاثنين زي بعض بالظبط، يبقى ايه اللي هيحصل؟ الكارنت برضه هيتوزع هنا زي هنا، هل فرقت اي حاجه عن الكيس اللي فاتت؟ يبقى انا مهما غيرت في الناحيتين، في الناحيتين كنت البرانش دي او الناحيتين الفرعين دول ماشي فيهم نفس ايه؟ نفس الكارنت. هل النقطه دي هتختلف؟ لا، لان الكارنت فيها كان ماشي الاي على اثنين، فضل ماشي الاي على اثنين، فمفيش اي اختلاف هنا. المرض من الناحيه دي نفس الكيس، فضلت واقف هنا الناحيه دي، كانت ايام ما كان في اكس في الناحيتين كانت اي على اثنين، ولما زودت الدلتا بي دي فضلت اي على اثنين، فمفيش اي اختلاف برضه. فلو انا وقفت هنا او وقفت هنا مش هلاقي ايه؟ مش هلاقي اي تغير. يبقى لو كان يوم الكون او في ناحيتين يعني زي بعض، حصل ايه في الاوتبوت؟ ما حصلش اي حاجه، فالجيت بتاع الكون بكام؟ بزيرو. بقول كاني بقف على اوتبوت واحد مش فاهم بينه وبين الايه؟ بس هو كده كده صح؟ انا جبت الايه وانا واقف عندي في اوتبوت بس. ايوه. يعني تغير الاوتبوت بالنسبه لتغير الانبوت. هل الاوتبوت تغير اصلا؟ ما تغيرش. لكن في دي سي هنا، اعمله ايه؟ هو دي سي، خلاص هو زي مش اي تغير. طب اي سي كاي سي وايز، يعني لما ببص على الاي سي ايه اللي هيحصل؟ مفيش اي تغير، يبقى هو ما بيديش اي جين لما الاثنين دول بيتغيروا زي بعض. دي تعمل اللي هي عايزاه، يتحركوا زي ما هم عايزين، الاوتبوت زي. طيب ايش معنى لما هنشوف دلوقتي الفرنشال امبليفاير التاني ده هيطلع بزيرو ولا لا؟ كده هو عارف. طيب خلينا نكمل، ولو عندك السؤال ده لسه اسأليك. طيب ركزوا معايا يا باشمهندسين، بعد كده عملت ايه؟ بعد كده عملت ايه يا باشمهندسين؟ صوت لو سمحت. خلينا نكمل وسألنا. طيب شلنا الكرنت سورس ده، وحطينا ايه؟ وحطينا ريزيستنس، ار اي كده. كل اللي هعمله ان انا برضو عايز احسب ايه؟ الديفرنشال جين والسنجل اندد جين وايه تاني؟ الكومن مود جين. طيب خلينا نبص الاول، هو هيفرق حاجه في الديفرنشال ولا لا؟ عندكم سؤال؟ طيب الناحيتين دلوقتي هل هيحصل فيهم نفس اللي حصل قبل كده ولا لا؟ هو لو انا دلوقتي مدخل ديفرنشال انبوت، يعني ده بيعلى وده بيقل، وجيت رحت ايه؟ ده زاد وده قل، النقطه دي هيحصل لها حاجه؟ النقطه دي زيها زي الكيس اللي فاتت، نفس الكيس. فهي في الاي سي هتبقى فيرتشوال جراوند ولا لا؟ هتبقى فيرتشوال جراوند. ليه؟ لان عليك هنا وقلت هنا فضلت النقطه دي ثابته والعكس. خلاص؟ فضلت النقطه دي ثابته، دي بتعلى ودي بتقل، فدي ايه؟ بزيرو. يبقى لو انا في الاي سي اعتبرت دي بايه؟ بزيرو. فيرتشوال جراوند الدلتا اعتبرت ان دي فيرتشوال جراوند، صح؟ طيب يبقى الديفرنشال جين هيفرق اي حاجه عن هنا؟ لا. ليه؟ لان في الاي سي وفي الديفرنشال كانت دي زيرو وكانت دي زيرو برضه، فما فرقتش حاجه، يبقى هو نفس الجيم. يبقى الديفرنشال جيم بتاعنا هو ايه؟ هو برضه بيتا ار سي على ار واي، اللي هو برضه اتش اف اي ار سي على اتش اي اي. طيب السنجل اندد جيم، هيبقى عامل ازاي؟ برضه هو نص الايه؟ الجين ده، يبقى السنجل اند الجين هيبقى عامل ازاي؟ واحد بيتا ار سي على ار واي، وهنا السنجل اند الجين نيجاتيف بيتا ار سي على ار واي. طيب اخر حاجه الكومن مود جين بقى، الكومن مود جين هيفرق ولا لا؟ خلينا نفكر، خلينا نفتكر الاول، هو
وليه كان بيطلع بزيرو المره اللي فاتت؟ ان الاثنين دول كانوا بيعملوا مع بعض او بينزلوا مع بعض، فالكرنت هنا زي الكرنت هنا بالظبط، صح؟ فمفيش اي تغير هنا. طب تعالوا نشوفوا لما نعمل كده، لما ندخل كرة ونبص في الناحيتين هيحصل كده ولا لا؟ لو انا مدخل انبوتس هنا زي بعض طالع او نازل، ايه اللي حصل؟ لو ده زاد وده زاد، مش النقطه دي كمان بتزيد معاهم؟ انا قاعد بزود في الناحيتين، فاللي حصل الفولت ده كمان زاد، صح؟ لما الفولت ده زاد الكرنت على الار اي ده زاد ولا لا؟ زاد، لان الفولت اللي عليه هنا زاد، فكده الكرنت ده زاد. يبقى انا ايه اللي حصل هنا؟ الكرنت ده زاد وهو متقسم ما بين الاثنين، يعني لو ده كان اي، ده كان اي على الاثنين، ده كان اي على الاثنين. جيت انا رحت مزود الانبوتس مع بعض، فده زاد اي زائد دلتا اي، فده بقى اي زائد دلتا اي على الاثنين، وده اي زائد دلتا اي على الاثنين. يبقى النقطه دي، هتتغير ولا لا؟ هتتغير. ليه؟ لان الكرنت اللي كان فيها الاول ماشي اي، لما زودت الناحيتين ايه اللي حصل؟ بقى اي زائد دلتا اي على الاثنين زائد دلتا اي على الاثنين، صح كده؟ يبقى انا لما زودت الفولت في الناحيتين الكرنت هنا زاد، فالاوتبوت هنا اتغير. يبقى ايه اللي حصل؟ لما بصيت على الاوتبوت هنا او الاوتبوت هنا لقيت ان الكرنت هنا زاد، فالكرنت في الفرع ده زاد فالاوتبوت ده اتغير. هل ده اللي انا كنت متمنيه؟ لا، انا كان نفسي ايه اللي يحصل؟ كان نفسي يحصل ان الاوتبوت بتاعي يفضل ثابت مهما زودت ايه؟ الانبوتس زي بعض. يبقى كده هو ايه؟ ديفرنشال امبليفاير ولا برضه بيكبر الكوم مود؟ بيكبر الكوم مود. السؤال لسه موجود ولا لا؟ طيب ده نوع من الديفرنشال امبليفاير، كنت حاطط هنا ايه؟ كارنت سورس. ده برضه نفس الديفرنشال امبليفاير بس شلت الايه؟ الكارنت سورس ده حطيت الكارنت سورس بشوف الجين بتاعه عامل ازاي. فاكتشفت الديفرنشال جين والسنجل انت الجين زي بعض، بس واضح ان دي كومن مود ايه؟ جين. بس انا الكرنت سورس هشوف ايه الريزستنس هيبقى اول سيركت، طب القوه الفلاتي هنا في مقاومه ار ار اي اكيد اقل من الفلاتي، يبقى زي ده زي ده، زي ده مش زيه في الكوم مود. انا بتكلم يعني هو في الكوم مود هنا تاني يا باشمهندسين، هنا الكوم مود بيتكبر ولا لا؟ ما بيتكبرش. هنا الكوم مود ده شكله بيتكبر ولا لا؟ بيتكبر نتيجه ان انا شلت الكرنت سورس وحطيت ايه؟ ريزستنس. يبقى الكوم مود جين دلوقتي، عايز احسب الكوم مود جين. احسبه ازاي؟ هكتبه الاول، وبعد كده نتكلم ازاي حسبناه. خلاص؟ الكوم مود جين ده عامل ازاي؟ خلينا نشوف بقى الجزء ده جه منين؟ ليه طريقتين، يا اما حلو، ايه
عادي افك كل حاجه واي سي اناليسيس او اعمل ايه؟ اقسم الار اي دي ناحيتين، اقسم الار اي دي ناحيتين وابتدي اخد الجنب ده لوحده احله والجنب ده لوحده احله. يعني ايه؟ يعني انا بقول ان الدايره دي زي الدايره دي بالظبط، الدايره دي زي الدايره دي بالظبط، الناحيه دي زي الناحيه دي، بس ايه المشكله؟ ان الار اي دي مش شبه بعض في الناحيتين، فقلت خلاص مش انا اقدر اشيل الار اي دي، اقدر اشيل الار اي دي واحط مكانها اثنين ار، اثنين قد بعض. بالشكل ده صح؟ انا دلوقتي عندي ايه؟ حاجه بالشكل ده. كل الحكايه ان انا عايز اسهل على نفسي بدل ما اقعد احسب ايه؟ كي بي ال وكي سي ال واحس احل واحل بكي سي اناليسيس. انا قلت ان الحته دي في الدايره زي الحته دي بالظبط. فرحت واخد الجزء ده لوحده كده، قسمت الار اي دي ناحيتين، اثنين ار اي واثنين ار اي، بقول الاثنين بارل مع بعض بكام؟ بار اي زي ما انا يبقى نفس الدايره زي ما هي، بس هاخد الجزء ده كده لوحده. طيب الجزء ده لوحده كده، الجزء ده لوحده كده، الجيم بتاعه كام؟ ده اللي هو ايه؟ كومن امتر وفي ايه؟ وفي ار اي تحت صح؟ الجزء ده لوحده هو كومن امتر وفي ار اي تحت، فلاقي ان الجيم بتاعنا هو ايه؟ ان هو الجيم اللي هو نيجاتيف اتش اف اي ار سي على على ار على اتش اي اي زائد 1 زائد اتش اف اي في ايه؟ في الار اي اللي تحت، الار اي اللي تحت المره دي بكام؟ ب 2 ار اي صح؟ ب 2 ار اي. يبقى الشكل بتاعنا في الاخر بقى عامل ازاي؟ بقى عامل كده. يبقى كل الحكايه ان انا سهلت على نفسي بدل ما اقعد ادخل في اناليسيس كتيره، رحت قايل ايه؟ لو والله الشكل ده زي ده بالظبط، فاضل الار اي دي بس لو تتقسم اثنين يبقى اقدر احل الحته دي اكنها كومن امتر. قلت لا خلاص بتقسمها اثنين واحطها اثنين ار اي واثنين ار اي بحيث الايكوفيلنت يفضل ار اي زي ما هو، فاخد الجزء ده لوحده الاقيه بكام؟ اكن كومن امتر، كومن امتر والار اي بتاعته هي 2 ار اي، فلقيت الجيم بتاعه هو ايه؟ هو الشكل ده. بعد كده الداون مود ريجكشن ريشيو اخر حاجه بنحسبها في الحاله دي هي ايه؟ هي الجين ده على الجين ده، الاقي ان هو الجين سنجل اندد على الجين داون مود اللي هو يطلع في الاخر بكام؟ ار واي زائد 1 زائد بيتا 2 ار اي على ايه؟ على ار واي. خلاص؟ طيب في اسئله على كده؟ بي بي ثابته
حاجه هناخد المساله بتاعت الديفرنشال امبليفاير دي. واحد بيحاول يعلي النقطة بتاعته، واحد بيحاول يقللها، هتفضل هي ايه؟